الضيف اللي معايا النهارده اخويا وحبيبي وعشره عمري. يمكن تكونوا شفتونا قبل كده في اعمال كتير مع بعض، مثلنا مع بعض كتير، قعدنا اهم قعده كانت في حياتي لو يوم ما اتجوزت اخته. النهارده معايا اخويا وحبيبي النجم احمد صلاح حسني. هتشوف النهارده قعده مختلفه، يمكن تكون قعده شبه القعده اللي قعدتها معاه من 12 سنه. استنونا البرنامج بصراحه مع على MBC 1. لو عايزين تعرفوا عني اخبار عمركم ما سمعتوها قبل كده، انا وامير كراره، استنوني في برنامج بصراحه مع على MBC 1.